نبي من بيت النبوة الطاهر، بيت إبراهيم عليه السلام. ارتبطت سيرته بأرض النبوات المباركة في فلسطين والعراق ومصر. إنه نبي الله يعقوب عليه السلام الملقب بإسرائيل. جميل الستر للداعي مجيب. هذا الموقع في مدينة الخليل بفلسطين تمت فيه بشارة الملائكة لسارة زوج إبراهيم الخليل عليه السلام بعد أن بشرتها بإسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب. قد بشر الله تبارك وتعالى إبراهيم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب كما في القرآن، فهو مبشر به صلوات الله وسلامه عليه. وصفه القرآن بأنه ذو علم من أولي الأيدي والأبصار ومن المصطفين الأخيار. كانت حياته ابتلاءات واجهها بالصبر والاحتمال ليأتي بعدها الفرج من الله بعد أن تتحقق حكمته. أطراف مدينة الخليل كانت الموطن الأول الذي أمضى فيه يعقوب مطلع حياته، ثم سار إلى بلد آبائه في العراق، وهناك تزوج من بنات عمومته، ثم عاد إلى فلسطين وفيها أنجب 12 ولدا قبل أن يتوجهوا جميعا إلى مصر. وسيرة هذا النبي تتداخل مع سيرة ابنه يوسف عليهما السلام. في خلال القصة نجد ملامح لشخصية يعقوب عليه السلام. أولا طبعا في خلال القصة نجد أنه شيخ كبير، إذا قصة يوسف عليه السلام حدثت في كبر سن يعقوب عليه السلام. أكرم الخلق عنده الأتقياء. ولم تخصص في القرآن الكريم سورة من أولها إلى آخرها لقصة نبي إلا قصة يوسف عليه السلام، ولذلك سنورد السيرتين متداخلتين. في بيئة يعيش أهلها على الزراعة لا بد من زيادة الذرية، ومن الطبيعي أن تكون لبعضهم في قلب الأب مكانة أكبر من مكانة الآخرين لأمر يدركه الأب أو لصفات يمتاز بها من هوى إليه القلب. كان يوسف من أحب الأبناء إلى قلب أبيهم، فقد اكتسب كثيرا من الصفات الجميلة التي أضفت مزيدا من الحسن والبهاء على ذلك الفتى الوسيم الوضاء. لو تتبعنا سيرة كثير من العظماء نجد أول تأثير للعظيم حتى وهو صغير السن تجد أن له تأثيرا على المحيطين به. فيعقوب عليه السلام حب لابنه ليس فقط حب عاطفي، وإنما رأى فيه ملامح خاصة من الأخلاق والقيم والأدب والعلم والحكمة والذكاء، وجد فيه علامات خاصة. الحمد لله لا نحصي له نعما سبحانه مالك الأملاك. تبدأ القصة في القرآن الكريم برؤية ذات دلالة، يوسف الصبي وكأنه ينظر بعين الغيب يرى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين. سبحانه مالك الأملاك. حذر الطفل من أن يقص رؤياه على إخوته، لأنه يتوقع من إخوته أن يكيدوا له وأن يحقدوا عليه وأن يستكثروا أن يكون يوسف مقدما عليهم بهذه الصورة. الرؤية زادت من تعلق الأب النبي بابنه الأثير لما يرى فيه من علامات النبوة، وهي أثرة يلمسها الأبناء الآخرون وتدفعهم تفاعلاتها إلى التشاور، لكنه تشاور نتيجته مكيدة بسبب الحسد المتنامي. فحملهم هذا الحسد على مسألة القتل لنبي الله يوسف من منطلق كلمة عبيطة جدا،
وتوهم ساذج جدا، يخلو لكم وجه أبيكم. وشوف بقى سبق الإصرار والترصد، وتكونوا من بعده قوما صالحين. الإلقاء في بئر كان موضع إجماعهم، فتم استدراجه إلى رحلة قريبة من الجب بعد أن أقنعوا الوالد المتوجس من نواياهم، وهناك نفذوا ما أتمروا عليه، وجاءوا أباهم يحملون قميص يوسف ملطخا بدم كذب وهم يبكون. لم يجد القميص ممزقا من أثر هجوم الذئب وتمزيقه لثياب الطفل ليأكله، وبقي يوسف عليه السلام في هذه الجب يعاني ظلمة الليل، يعاني وحشة الأصوات، يعاني الوحدة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانيها. كانت البئر على طريق القوافل بين فلسطين ومصر، وجاءت سيارة ناس سائرين في التجارة قافلة، وأرسلوا والدهم يأتي بدلو ماء، فوجد هذا الغلام فقال يا بشرى هذا غلام. سارت القافلة في الصحراء ميممة شطر مصر، وهناك سارعوا إلى التخلص من الفتى ببيعه في السوق كأنه بضاعة رخيصة الثمن. تخيل إنسان من أرقى الأسر في العالم وهذه سلالته، ويتحول الآن إلى عبد بسبب إخوانه، ويباع بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ما هو شعور؟ كانت مصر حينذاك تحت سيطرة الهكسوس، ومن عاصمتهم أفاريس بالقرب من بورسعيد الحالية، بسطوا نفوذهم على الدلتا، ثم اتجهوا جنوبا مع وادي النيل، وكانت طريقهم إلى فلسطين الطريق الساحلية الشمالية. من هنا جاء الهكسوس إلى مصر، ومن هنا كان يأتي التجار الأسيويين، ومن هنا كان طريق العبيد الذين يأتون ويباعون في مصر في زمن الفراعنة، ومن هنا أيضا كان يأتي الرعاة يهربون من أسيا المقفرة إلى الوادي الخصيب في الناحية الأخرى. كان من قدر يوسف عليه السلام أن يشتريه رجل، وربما كان الثاني في المملكة بعد الملك، ومن خلال ذلك اطلع يوسف على ثقافة القوم وعاداتهم. امرأة العزيز كانت عاخرا لا تلد، فأخذته وفرحت به. كان عزيز مصر قد بنى قصرا على الجانب الغربي من نهر النيل في منطقة تعرف اليوم بالعزيزية نسبة إلى هذا العزيز، بعد أن اتسع نفوذ الهكسوس. المنطقة اللي احنا فيها اسمها ايه؟ اسمها العجزية. دي العزازية. في هذه المنطقة نشأ يوسف في بيت رجل شغلته شؤون الحكم عن منزله، وامرأته يكبر أمامها فتى وسيم بهي الطلعة، فيبدأ في قلبها ميل نحوه. تفجر ذات يوم لكنه قاومها بشدة. قال حاشا لله فورا. بعض الناس لما نأتي للآية تقول ولقد همت به وهم بها، ينسون أنه قال حاشا لله قبلها. ورغم انكشاف تدبيرها وتعفف هذا الشاب، دبرت لهن مكيدة. اسم العزيزية مأخوذ نسبة إلى عزيز مصر، وهذه القرية كان فيها يقال لدى بعض الأثريين والمؤرخين أنه كان بها قصر عزيز مصر. ونحن الآن في الطريق إلى المدرسة وما بعدها، حيث كانت توجد حمامات زليخة، وقصة زليخة معروفة مع سيدنا يوسف. قالت أخرج عليهن، فمن شدة الجمال بدأنا ينظرنا وهم مستمرين بالتقطيع. انظر الآية ماذا تقول.